يا مساء الورد والجمال والهنا على كل مشاهدين قناه اي تي سي، حلقه جديده من برنامجكم انتي. خلونا نبدا حلقتنا على طول، ومعانا طبعا الخبر اللي ما نيمش المصريين امبارح. امبارح كانت ليله اهلاويه حمراء، الحمد لله رب العالمين. الف الف مبروك للنادي الاهلي اللي شرفنا وفرحنا امبارح وقدر يتوج ببطوله دوري ابطال افريقيا للمره ال11 في تاريخه على حساب الوداد المغربي بعد التعادل 1-1. امبارح كانت الارقام سبحان الله فيها وحايد كتير، والاثنين تقريبا شبه بعض، البطوله ال11 وكسبنا اتعادلنا 1-1. طبعا كانت تحسب لينا ان احنا كنا بنلعب على ارض المغرب. المباراه اللي جمعت الفريقين اتلعبت على ملعب محمد الخامس في المغرب. الحقيقه النادي الاهلي كان عنده اصرار ان هو يجيب البطوله مهما حصل، وكانوا رجالة جدا في الملعب وقدروا ان هم بروح الروح اللي متعودين عليها، روح الفانيلا الحمراء اللي احنا عارفين قد ايه بتقدر تهزم حاجات كتير ممكن تقف قدامها، وكمان عارفين الثواني الاخيرة اللي دايما بنحقق فيها الفوز. بس الحمد لله امبارح الفوز بتاعنا جه قبل ما نبدأ كمان حتى في وقت البدل الضايع، 98 دقيقة من توتر الاعصاب، ولكن الاهلي قدر ان هو يفرح كل المصريين امبارح. مليون مبروك للنادي الاهلي، مليون مبروك لكل مصر، مليون مبروك لكل حد امبارح فرح. وطبعا اكيد بحيي كل الزملكاويه اللي كانوا امبارح معاهم بروحهم مع النادي الاهلي، لان هي دي الروح المصريه اللي احنا دايما بنتكلم عنها، الروح المصريه الرياضيه، ان احنا نقف مع بعض، ان احنا نشجع بعض، وان لما يبقى في نادي مصري بيلعب بره مصر او بيلعب قدام فريق منافس مش مصري، كل المصريين بيشجعوه، كل المصريين بيفرحوا له. مليون مبروك والحمد لله، نستحق الفرحة، وهارد لك للوداد المغربي.